ما يعطيك الف عافيه. باخذ هيثم في التيل، هيثم يلي راح ناخذ رايه بكل شيء صار اليوم بهالمباراه. هيثم، يعني اول شيء بدي اقول لك مبروك على كل شيء. انا ذكرت للمشاهدين انه حبيت اخذ رايك باول مباراه، حبيت تركز، فضلت ما تعطي، ما تحكي بالاول تحكي بالاخر. انا احترمت كثير هذا الشيء، احترمت اداءك بروفيشنال، وفرجيت اليوم انه انت ما بتتوقف. عكس يعني هل هالمقابلات اثروا هالقد؟ يعني شفتك مركز كثير اليوم على الجيم. صراحه انا ما بحب اعمل مقابلات بالمره، يعني بس معك عملت يمكن اول مره. الحمد لله الله وفقنا، مزبوط طلبت مني قبل انه اعمل مقابله، بس فضلت انه ركز مع الشباب ونكون ايد واحده. الحمد لله الله وفقنا وربحنا. اربع اهداف اليوم بمباراه نهائيه من اصل سته، كل اهدافك كانوا بوقت الحساسه، بوقت فريق صيدون عم يقرب عليكم، كنت عم تقدر تسجل وتقول لهم اليوم المباراه لكم وابدا مش لصالح فريق صيدون، انتم رح تحافظوا على اللقب. قد ايه كنت عم تقدر بالوقت الحساس دائما تسجل؟ بصراحه في لعيبه معهم هددوني وقبلوا التحدي، مثل يعني الكابتن علي السعدي انه ما بوقف حركه احسن مني، ما بوقف حدا. انا بتقبل كلامه، هو صاحبي وابن منطقتي وخيي وحبيبي. ومثل علي نصر الدين قال لك انه وعد، قلت له هلا بهي الوعد لك وينه؟ عم يحتفلوا الشباب فيه، وخا علي معنا بالمنتخب وصاحبي وحبيبي. وانتم رح تسافروا سوا يعني بعد ساعات قليله، بكره ان شاء الله. الله يوفقكم اكيد. كيف بتقيم البطوله كلها هالموسم، وقد ايه ممكن هالبطوله تساعدكم كمنتخب؟ يعني تحضرتوا، لعبتوا مباريات قويه، كنتوا حاضرين، يعني هذا الشيء كمان عم تسافروا بعد يعني ساعات قليله من نهايه البطوله لتروحوا، يعني هذا رح يعطيك دفع اكثر كمان بالنسبه لكم. صح، الحمد لله هيدا اول بطوله يعني بتطلع ناجحه كثير بالالبسي، يعني بصراحه كثير توب كانت بهالبطوله، والحمد لله يعني الله وفقنا واخذناها. وان شاء الله كرمال المنتخب انه بكره نحن ما تمرنا كثير، خلينا بس المطوشي وهون لحتى نأمن. شو رقم الحظ عندك؟ 11. رقم باثنين بصيروا 22، زيد واحد بصيروا 23، 23 هدف البطوله لإلك. لا مش 23، 26. 26 حاسبينهم غلط لكن هن 22 واليوم 4 26. 26 هدف، يعني ما في غير بقول لك مبروك كثير كبيره. بس كلمه بهدى هذا الفوز لمرتي وحبيبتي، هاي مني لها كمان تحية لزوجتك أكيد. يعطيك ألف عافية هيثم. إذا هيثم في التيل يلي كان واضح جدا بالمقابلة، رح نجرب كمان ناخذ بعض المقابلات، رح نجرب ناخذ بعض المقابلات بوقت عم نشوف احتفال فريق الار ال تي تي، جمعية حصر التبغ والتنباك اللي عم يحتفلوا تشامبيون وينر 2015، بوقت عم نشوف استلام الميداليات، استلام ميداليات المركز الثاني لفريق صيدون، عم يتسلموا طبعا الميداليات بعد ما كمان انهوا مشوارهم بالبطوله بالمركز الثاني باول مشاركه لالون، هيدي المشاركه الاولى لالون، خسروا المباراه النهائيه بنتيجه 6-4. الاهداف يلي سجلوا لفريق صيدون، حسين حيدر سجل، علي ناصر الدين سجل مرتين، واحمد الخطيب سجل الهدف الرابع، فيما اهداف الار ال تي تي اربع اهداف لهيثم فتال، محمد مرعي سجل هدف، واحمد جرادي كمان سجل هدف. اذا رئيس الاتحاد اللبناني لكره القدم استاذ هيثم حيدر واعضاء الاتحاد عم يسلموا ميداليات المركز الثاني، ومن بعدها اكيد رح يتم تسليم ميداليات المركز الاول والكاس يلي رح يرفعه اكيد كابتن فريق الار ال تي تي. هون عم نشوف جمهور جمعيه حصر التبغ والتنباك اللي عم يجتاح الملعب حاليا ليحتفل مع اللاعبين بالفوز باللقب. هالبطوله يلي اخذت ضجه كبيره، خاصه يعني دور النصف النهائي يلي بعد المقابلات شنجت كثير الامور وورلعت اكيد كل شيء. اذا هيثم فتال رح يستلم جائزتين، وحده افضل لاعب، افضل هداف بالبطوله، والجائزه التاليه ام في بي الفاينل اذا ماني غلطان. كمان هيثم فتال رح يكون كمان احسن لاعب لهيثم فتال. جمع المجد من اطرافه اليوم هيثم فتال، افضل هداف وافضل لاعب بالنهائيات. عمل بالفعل مباراة كبيرة جدا اليوم، سجل اربع مرات.
وهلا اكيد الاراء التي رح يتوجه على المنصه ليستلم الميداليات، ميداليات المركز الاول والكاس. بوقت رح نحاول نكون مع احد لاعبي صيدون لناخذ كمان رايه بالميداليه الفضيه. المركز الثاني رح نروح لعلي ناصر الدين يلي سجل هدفين اليوم بهالمباراه بوقت حساس كاد يرجع فريقه. يعني علي، يعني انت وعدت انه صيدون رح يفوز اليوم باللقب. هيثم فتيل قال ليكو وين صيدون هلا وليكو نحن وين، نحن عم نحتفل بالفوز، هن لعبوا افضل ربحوا. انت عملت مجهود كبير اليوم على صعيد الشق، سجلت مرتين بمحل صعب كثير، قلصتوا الفارق، لكن هيثم اليوم كان ممتاز، عمل اربع اهداف لحاله 100%. اول شيء الهدف الاساسي من هالمباراه انه تكون حماسيه ونعطي صوره حلوه لهي اللعبه اللي نحن كثير بحاجه لها بلبنان. شكرا اول شيء لرئيس الاتحاد للال بي سي مره جديده. المعنويات اللي اعطيتها لرفقاتي قبل المباراه هذه كنا بحاجه الى كوني كابتن فريق، بدي اعطيهم معنويات لانه المنطق بيفرض نفسه، هن لاعبين منتخب لبنان كلهم، المنطق بيقولوا انه هن يفوزوا. جربنا نرجع للمباراه نعطي معنويات للاعبين، نشحنهم اكثر، نكون عندنا القوه البدنيه، لانه اذا بنلعب بتقنيه اللاعبين الرجي اكيد افضل، لانه سبع سنين مع بعض. اليوم صفحه طويناها، الف مبروك للرجي، بيستاهلوا، ادارتهم بلاعبينهم الابطال بيستاهلوا، وفريقنا اكيد ما قصر، اول مره بيشارك بهالبطوله يوصل للفينال، هيدا انجاز بحد ذاته. الفضيه كويسه قدام فريق مثل الرجي، حلو الفضيه، شو بها عليك، شو حلو، ما فيها مشكله. طلع. الهم الاساسي بكره صفحه طويناها، بكره بنلتقي كلنا لاعبيننا ولاعبين الرجي متواجدين على ايطاليا ان شاء الله باذن الله. خلي الجمهور اللبناني يدعمنا، بطوله البحر المتوسط يدعي لنا، وباذن الله بنرجع باذن الله بميداليه للبنان ان شاء الله. يعني نحن والجمهور رح يكون حدكم، بس بدي اسالك هالبطوله بالذات قد ايه ممكن تساعدكم؟ يعني هيدا افضل تحضير اذا فينا نقول، يعني لاعبين مباريات كثيره محضرين رايحين دغري بعد ساعات قليله لتخوضوا غمار بطوله البحر المتوسط. يعني بالالعاب اللي لعبتها انا بلبنان على صعيد منتخب ان فوتبول او غير فوتبول، هيدا اهم تحضير بيكون للمنتخب ليروح. يعني اليوم خلصنا، بكره متواجدين على ايطاليا، هيدا اهم تحضير انه نروح باذن الله جاهزين بدنيا وجاهزين معنويا. معنا 9 لاعبين او 10 لاعبين من الرجي، هن ابطال لبنان، عم يروحوا بمعنويات عاليه لايطاليا. هيدا افضل تحضير اليوم، خاصه رملنا اصعب من الرمل اللي عم يلعبوا فيه باوروبا، رملنا كثير صعب، رملنا اتقل لاعب يعني هون. باذن الله هيثم ومرعي والشباب وحلاوه بيقدموا كمان اللي قدموا هون واكثر، لنقدم هونيك باذن الله، نرجع باذن الله ميداليه على لبنان ان شاء الله. انا بدي اشكي على ناصر الدين، يعني فرجيتنا استعراض كبير طوال البطوله، فرجيتنا اهداف حلوه كثير، ان شاء الله تضلكم بهالهمه وترفعوا اسم لبنان بالعالم. الله يخليك، شكرا لك، شكرا لهبا، انتم اثنين قدمتوا كمان صوره حلوه للمذيعين، خاصه انه اول مره بهاللعبه. شكرا كثير، حبيناها كثير ورح نضلنا معكم، مزيد من التالق، شكرا. ثانك يو علي. اذا اكيد مع علي ناصر الدين، يعني بوقت عم يتسلم هون كاس المركز الاول. اذا كاس المركز الاول عم ينرفع على باب بيروت، بطوله لبنان لكره القدم الشاطئيه. الار ال تي تي او جمعيه حسن طبق والتباك عم يرفعوا الكاس بالعالي. اذا الاحتفالات مكمله، وهون كمان رح استفيد استاذ بودي معلول يكون الى جنبي، مدير عام شركه نيو لوك برودكشن ولا اني ايفنت، شو بدك؟ كله مع بعضه، يعني باسكت بول، فوتسال، بيت سوكر، نسيت شيء، دخلت بيروت الدوليه، كمان دوره بيروت الدوليه لكره السله اللي عم تشتغلوا لها كثير مثل ما عرفت. الله راد اللي رح تكون ان شاء الله اذا الوضع الامني والسياسي اللي عم بيصير بعد ساعه ما عم نعرف. هيدا اللي خايفين منه، بس الله راد عم نشتغل نعمل مجهود، نحن بلبنان، لبنان بقدر يشتغل ساعه بساعتها، عم نحضر. المهم اهم شيء خلصنا اليوم البيت السكر، الحمد لله كانت منيحه كاول سنه كاطلاقه لهالبطوله، الحمد لله كانت كثير منيحه، وبنفس الوقت انطلقت الفوتسال اللي هي اكس اكس ال بطوله لبنان ببطوله الصليت، ماشي الحال. يعني الحمد لله نحن والال بي سي هالتكامل عم بيكون مثمر، عم بيكون مصبر. مهم الوضع يساعدنا، هي اهم شيء. هذا اللي ناطرينه نحن، وانا بدي اتشكرك غياث عن جد، جيت لنا قاعد شهر بهالشمسة. هينة. بس يلا بدنا نضل نعمل قد ما فينا. بالنسبة لدورة بيروت الدولية، هذا حكون فيه فرق أجنبية غير عربية يعني؟ صحيح، رح يكون أربع فرق عربية على راد، فريقان لبنانية وفريقان أجانب. فريق من الأجانب رح يكون، إذا الوضع الأمني سمح لنا والسياسي، رح يكون أول مرة بالمنطقة بيجي هيك فريق أوروبي، يعني أكثر من أوروبي، أبعد شوي من أوروبا، أبعد شوي هيك، غمق شوي.
روح صوب الصين إذا بدك. طيب يعني بدي أقول لك أكيد يعطيكم العافية بودي لكل شيء عم تعملوه، إن شاء الله موفقين لأنه بنعرف قد الظروف صعبة. بتشكرك كل شيء، يعطيك العافية ونلتقى. ميرسي وميرسي كثير على يا هلا يا هلا. اذا اكيد رح اجرب كمان يكون مع استاذ عاطف ابو مرعي رئيس نادي صيدون يلي بوقت عم نشوف احتفالات وعم نشوف اكيد اجمل لقطات المباراه. استاذ عاطف ابو مرعي يلي صار الى جنبي مش عم نشوبك بالكاس نحكي بالميكرو. يعني شفنا اليوم المباراه بلشت مشنج كثير بين الفريقين، محمسين كثير الفريقين، اللاعبين كلهم بيقولوا من نفس المنطقه والحساسيه عاليه، وهذا الشيء انعكس على المباراه. وانا بعرف انتم يعني بعرف انه ما بتحبوا ابدا يكون في تشنجات ويكون في مشاكل، وشفتك يعني عم تركض وما بدك ابدا، بدك تلعب مباراه رياضيه وبس. لا هي اول شيء انا بحب بارك للبيتش سوكر اللبناني، السنه كانت ممتازه جدا، بارك لفريق الار ال تي تي عمل مستوى كثير رائع اللي معودنا عليه كمان. نحن اول شيء كان هدفنا نوصل للفاينل نقدر ننافس، بعتقد اليوم قدرنا ننافس وصلنا على الفاينل، قدمنا مباراه قد ما فينا تكون منيحه، هي كان الهدف تبعنا. طبعا اللي صار شوي وقفت المباراه، انا بعتذر طبعا عن اسمي واسم الفريق واسم الجمهور اذا صار في اي شتام للحكام او للاتحاد، هذا طبعا ما كان اي واحد قصده. فنحن كان هدفنا نقدم جيم منيح ونقدر نثبت حالنا كفريق لنعمل موسم ثاني كمان يكون احسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد، وانا بعرف انه بالموسم الثاني رح تكونوا اكثر افضل وافضل لانكم انتم من الاشخاص اللي بيتعلموا من اغلاطهم وهذا الشيء المهم. يعطيكم الف عافيه وضلكم بالهمه. شكرا كثير، شكرا لك غياث اي بي سي كثير. ثانك يو ثانك يو لك استاذ عاطف ابو مرعي. رح اجرب كون مع استاذ نصيف سقلاوي ولا كاس كمان يكون موجود مع الكاس معنا لحتى اكيد ناخذ رايه. تفضل استاذ نصيف. هيدا الكاس، كاس المركز الاول يلي تعبتوا عليه اكيد لحتى قدرتوا تفوزوا فيه. اول شيء مبروك. الله يبارك فيك، تعبوا الشباب لا شك، والجمعيه الرياضيه بذلت مجهود كثير كبير. الرجي دائما مميزه بادائها بشغلها باي حركه بتعملها، وكانت مميزه بفوزها ببطوله كره القدم الشاطئيه بلبنان السنه، وشفتوا بعينكم قديش كان في همه. يعني هيدي ثالث بطوله بتفوزوا فيها من اصل اربعه، لكن هيدي يمكن الاكثر فيها طعم حسينا، يعني حسينا قد ايه التحضير كبير والحساسيه كانت عاليه، المنافسه كانت عاليه كثير، وشفتوا كان في شحن يعني قاعدين على اعصابنا كلياتنا، بس يعطيهم العافيه بذلوا مجهود كبير كثير كبير وبيستحقوا يفوزوا. الف تحيه للجمعيه الرياضيه باداره حصه التبغ والتنباك. وشو رايك بهدافكم هيثم فتيلي اليوم؟ سجل اربع اهداف من اصل سته وحطكم على السكه الصحيحه طوال الوقت. اللعب كان جماعي بس هيثم تميز طبعا، وهيثم لاعب مش عادي اطلاقا، الكل بيعرفوا هالشيء اكيد. وانتم كمان ادارتكم منا عاديه، يعطيكم الف عافيه، بتستاهلوا اكيد. شكرا. الفوز. الاحتفالات هون اكيد مكمله. بدي اشكرك استاذ نصيف.